بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي إن شاء الله حلقة جديدة من دورة شرح برنامج إيتابس 2015، وفيها أبتدي أعمل التشيكات اللي عندي على البرنامج. أول تشيك عندي من قائمة Display، هقول له Show Story Response Plots، ومن هنا أختار Story Shares وأختار طبقا للـ EX. هلاقي إن قيمة الـ EX هنا 117 و67 من 100 زي ما احنا شايفين كده تحت الرقم اللي تحت دوت. طيب لو جبت بالنسبة للـ EY هلاقي برضو نفس الرقم 117 و67 من 100. الرقمين دول انا هحتاج لهم فبسجلهم عندي، سواء الـ EX او الـ EY قلنا بتساوي 117 و7 من 10. اجي بعد كده اشوف الـ Story Share اللي واقع على كل دور بالنسبة للـ SBEX، هلاقي ان قيمته هنا ب40، وبالنسبة للـ SBEY هلاقي برضو تقريبا نفس القيمة هنا 37. المفروض ان عندي قيمة الـ Story Share بالنسبة للـ EX و SBEX و EY و SBEY انا بقارن بينهم، ولازم تكون القيم قريبة من بعضها وما الفرق بينهم ما يزيدش عن 95%. فهنا زي ما احنا شايفين الفرق بينهم كبير. طيب احنا عايزين بقى نخلي الفرق بين قيمة الـ EX والـ SBEX وقيمة الـ EY والـ SBEY قريبة من بعضها. نعمل ايه؟ بنقسم قيمة الـ EX على قيمة الـ SBEX وقيمة الـ EY على قيمة الـ SBEY بيدينا قيمة. يعني انا دلوقتي هنا الـ SBEX طلعت ب117.7، فلما اقسمها على 40 هتديني 2.95%. هفك الحل واقول له من قائمة ديفاين لود كيسز الـ SBEX، هقول له موديفاي واضرب الرقم دوت في ناتج اسمة الـ EX على الـ SBEX اللي هو اداني 2.95%، واقول له اوكي. وبالنسبة للـ SBEY نفس الكلام، اعمل ران تاني بعد ما ظبطت قيم الـ SBEX وقيم الـ SBEY. تمام، البرنامج خلص حل. لو جيت بقى من قائمة Display هقول له Show Story Response Plots، أنا عايزك تظهر لي Story Shares بالنسبة للـ EX، هلاقيها عندي زي ما احنا شايفين كده 117، وبالنسبة للـ SBEX هنلاقيها برضو تقريبا نفس القيمة، والـ EY والـ SBEY زي ما احنا شايفين كده القيم بقت قريبة من بعضها إلى حد كبير. عندي بعد كده التشيك اللي بعد كده قايمة Display، بقول له Show Tables Analysis Results Model Results، وبقول له الموديل Participating Mass Ratios، وأقول له أوكي. وبنزل في الآخر خالص عند الموديل 12 اللي هي عدد المودز اللي هي بنضرب 3 جذر n، فبشوف الـ SU السم يو اكس والسم يو واي، بضرب القيم بتاعتهم في 100 فهنا هتبقى 99% وهنا هتبقى 99% برضو، ويبقى كده القيم ديت بتدل انه 95 او اكثر من 95% من حركة او من اجزاء المنشأ بتتحرك تحت تأثير الاحمال الجانبية، وبالتالي النتائج اللي هيطلعها لي البرنامج هتكون نتائج صحيحة وممكن اعتمدها عادي. برضو من قائمة Display ده التشيك التالت Show Table Analysis Results، بس هنا بنختار المودل Periods and Frequencies، بقول اوكي اللي هي موجودة في الكود اللي هي قيمة T، فبنزل عند البريود الأخرانية اللي هي 217 من 1000 اللي هي قيمة T، وزي ما احنا عارفين ان قيمة T طول ما هي اكبر من 7 من 10 seconds يبقى الدلتا عندي بتساوي 25 من 1000 في الـ H، والT لما تكون اقل من 7 من 10 seconds بتبقى الدلتا بتساوي 20 من 1000 الـ H. هنا عندنا قيمة T اللي هي الـ period ب 217 من 1000 seconds، فبالتالي هي اقل من 7 من 10، يبقى قيمة الدلتا هتساوي 25 من 1000 مضروبة في ارتفاع الكلي للمنشأ. احنا عندنا 4 متر تحت زائد 27 متر اللي هي 3 في 9 يعني 9 ادوار، هتديني 775 من 1000. الرقم دوت انا هحتاج له من قائمة Display، هقول له Show او Story Response Plots، ومن هنا هختار Maximum Story Drifts اللي هو الدريفت اللي بيتعرض له المنشأ. اول حاجة بالنسبة ل SBEX
اكبر قيمة عندي هنا في ال SDEX اللي هي 1 من 100، فباخد قيمة الواحد من 100 ديت وبضربها في 7 من 10 في قيمة ال R اللي هو Reduction Factor في 5، يعني هتديني 35 من 1000. وهنا ال 35 من 1000 ديت اقل من القيمة اللي انا طلعتها اللي هي 775 من 1000، يبقى بالتالي المنشأ حركته سيف والدريفت اللي وقع عليه سيف. في جزئية مهمة جدا هنشرحها برضو اللي هي اضافة جديدة اتضافت على برنامج ETAPS بداية من الاصدار 2013، وهي ان انا ممكن اعمل ديزاين للبلاطات وللكاميرات وللاعمدة على البرنامج مباشرة. في اصدارات الايتابس القديمة كنا بنشتغل على برنامج الكاد، وبعد كده ناخد من برنامج الكاد ندخل على برنامج الساب او السيف، نعمل ديزاين للبلاطات والكاميرات، وبعد كده ننقلها او ننقل ال 3D موديل على برنامج الايتابس ونشتغل زلازل ورياح. الموضوع ده اتسهل جدا في برنامج الايتابس، وبقى ممكن ان انا اعمل ديزاين لاي بلاطة او اي كاميرا او اي عمود عندي. طب ازاي؟ بعد ما خلصت حل البلاطة عندي اهي، ممكن اضغط هنا اقول له display shear stresses و forces، انت عايز تبقى للكومباينيشن ايه، للالتيميت لود، عايز بقى M11 يبقى show values او show fill اي حاجة، اقول له apply، هلاقيه ظهر لي المومنت اللي واقع على البلاطات كلها، M22 في اتجاه واي، يعني المومنت في اتجاه واي مفيش اي مشكلة خالص. طيب لو عايز اظهر اللي على المومنت اللي على الكاميرات اهو زي ما احنا شايفين، تبقى لحالة الالتيميت M33، اقول له ابلاي، ظهر لي المومنت. ولو عايز اظهر القيم اللي وقع على الكاميرات زي ما احنا شايفين مفيش اي مشكلة خالص، وممكن اظهر الرياكشنز اللي وقع على الاعمدة، وممكن اظهر الرياكشنز اللي وقع على الاعمدة، اقول له تابيوليتد، اقول له ابلاي، هلاقي الرياكشنز اللي وقع على كل عمود. وبكده نكون خلصنا الحلقة الرابعة من دورة شرح برنامج ايتابس 2015، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.